ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب هذا المساء والأيام القادمة. سوف نقدم لكم آخر التحديثات، ولا تنسوا بارك الله فيكم دعمنا بلايك والاشتراك في القناة. ويتوقع هبوب رياح قناه نسبيا قوي على الجنوب الشرقي للمملكة إن شاء الله. بالنسبة لتوقعات يوم كذلك الثلاثاء فترة مسائية يجب صافية إلى قلة تسعب مع انخفاض في درجة الحرارة. احتمال يوم الأربعاء دخول بعض العواصف الرعدية كذلك على بغرفة وبنان وعند شتيرة مرتفعات الأطلس، وكذلك عواصف رعدية يوم الخميس مع احتمال ارتفاع في درجات الحرارة بإذن الله مع تكونات بعض التساقطات المطرية على مرتفعات الريف. تبقى أمطار محليا ضعيفة ورعدية خلال كذلك يوم السبت إن شاء الله، فيتوقع ارتفاع في درجات الحرارة مع احتمال تكونات رعدية فوق مرتفعات الأطلس. خلال يوم كذلك الأحد أجواء مستقرة إلى قليل السحب وارتفاع ملموس في درجات الحرارة. يوم الثلاثاء إن شاء الله فيتوقع أن تبقى الأجواء نسبيا صافية إلى قليل السحب في معظم مناطق المملكة مع احتمال دخول بعض الزخات المطرية الضعيفة والمتفرقة، والأزوريا يسيطر على المملكة بشكل قوي.